جوابكم. أنا عيسى المهيري، وين ما أروح وشو ما أسوي أحب أشارك ربعي هالأوقات عبر التواصل الاجتماعي، واليوم بشارككم أنتو تجولي في أبوظبي، تابعوني. أما أكتيفيتي اليوم كان شيء عجيب، بس هلكنا الصراحة. لكن الأعجب من هذا إن شفنا ثعالب في أبوظبي. تصدقون؟ في أبوظبي ثعالب. إذا ما تصدقون شوفوا المقطع هذا. هذه الجزيرة تعتبر استراحة للي يجدفون، ومثل ما سمعنا إن فيها ثعالب، وشفنا والله الثعالب. بعد نصور يوم سيلفي. هذا جحر ثعلب موصل بجحر ثاني وينخشون فيه عن الشمس وعن الناس. ثاني يطلع لي واحد. إيسا كمان لوك وات اي فاوند. اوه كراب. ليت مي تيك سيلفي. سلولي بي كيرفول. طبعاً بتقولون كيف وصلت هناك؟ وصلت عن طريق شركة سي هوك اللي تأجر الكاياك لشخص أو لشخصين، ويعتبر الكاياك من وسائل المواصلات اللي ما تضر البيئة، فيسهل التنقل هناك بين الجزر. لكن في نفس الوقت الرياضة تهلك. Isa, I'll go in front and you need to follow me. يغطي القرم مساحات كبيرة من دولة الإمارات، لكن يتركز بشكل أكبر في مدينة أبوظبي بنسبة 75%. يعتبر موطن لكثير من الكائنات البحرية والطيور وغيرها. معقولة والله الأماكن موجودة عندنا في أبوظبي؟ صراحة ما توقعت، شيء رهيب. Here, all of the trees that we have seen, these are all the mangrove. عصي المانغروف هاي اللي نشوفها على تحت المانغروف هاي أبناء المانغروف أو فسائل المانغروف، تعتبر فلتر لشجر المانغروف. من خصائص القرم إنه يتحمل الملوحة الزايدة، وبعد يتحمل درجة الحرارة. ويبالنا نأخذ لنا سيلفي بعد. إيسا كمان، you're too slow. Just wait, let me take a selfie. Wait for me. Come on, let's go. والله هذه الرياضة يعني ممتعة ومفيدة الصراحة، لكن اللي سمعته من الشباب إنه يقولون في الليل تروح عضلاتك. وصلنا وأخيرا وصلنا. طبعا الدولة انشأت محميات عشان تحافظ على هذه الثروة والكنز البيئي. والله كانت رحلة جميلة، ومنتزه القرم الشرقي هذا صراحة مكان اكثر من رائع. بس قبل الرد يبالنا ناخذ سيلفي ويا ريان. كم ريان؟ كم هنا؟